السلام عليكم، كيف الحال يا جماعة؟ معاكم محمد أول عنيد، رجعنا لكم مقطع جديد من سنو رانر. عندنا اليوم مهمة تصليح السيارة الموجودة في خريطة كواري. هذه مكانها بالضبط، شو منطقة البحث هذه. المهمة موجودة هنا، مهمة والسيارة نفس المكان. طبعا هالمهمة بنشوف شو موضوعها الحين. يقول لك في سيارة علقة وصاحب السيارة بيكون ممتن لك إذا عدلت السيارة ووصلتها للبيت. طبعا هذه سيارة، خلنا نشوف ستارت تراكينج. هذه سيارة يقول لك لازم نعدلها ونوصلها للبيت. طبعا اول شيء مثل ما واضح على اليمين فوق ان السيارة يبالها تصليح 50% ومحتاج وقود. وقودها الحين صفر، محتاج وقود 100%. بعد المهم اللي توصل التصليح والوقود 100%، بعد ما تخلص المهمتين هذيل توصل السيارة. اوكي، بنحتاج خلنا نشيل المدرع من هني، نرجع الجراج، نرجع جراج زيميكورسك، الجراج اللي بنيناه في الفيديو السابق. بنشوف ان تراك، ونحمل فيه اللي الفان بادي ادون عشان نصلح فيه السيارة. شيل معانا، الله يسلمك، تريلة البترول هذي. اوكي، بعد ما جبنا عدة التصليح البترول بننتقل لخريطة كواري الحين من بدايتها كذي. بنروح لمكان السيارة، نحاول نعدل السيارة، الله يسلمك، ونعبيها بترول فل، ونشوف بعدين شو المطلوب ونخلص المهمة ان شاء الله. خلي خريطة كواري الحين نروح لمنطقة الحفر هذي. كان سيارة، الحين منطقة الحفر هاي على يسارنا الحين، بنحاول نروح لمكان سيارة. مشكلة المناطق الخشبية هذي، خلنا نفصل ال علقنا مرة ثانية. يا سلام، طبعا علق التراك هناك، شوفه. طبعا الوحش المدرع موجود، نحاول نروح نطلع التريلا اللي علقت. علقنا فوق، طلعنا فوق الاشجار المقطوعه وعلق التراك. ما مشكله دام ان المدرع هذه موجوده فامورنا طيبه. الحين بنسحب التراك، تعال تعال يا حبيبي. اي تعليق يا خرابي. اوكي، خليك هني. نرجع نشيل
حلقنا على الأشجار المقطوعة هذه. الحين بنحاول نروح للسيارة. وصلنا لل الحين نعمل ريبير نختار. اوكي صلحنا كامل. نعمل ريفيول. اوكي المهمة الأولى وخلصناها. يلا تعال معنا. انا اسحبك لل شوف المكان اللي لازم نوصل له. هني نرجع نكمل لين البيت. حلو يلا. يقول ساحبين ولدنا ورانا. شوفه على سيارته حلوه الصراحه. هو يعطيني اياها اول ما وصلها هناك. كان هي المهم زين. غير التوقيت. طوفنا. ارجع 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 ارجع. ايوه الحين تعال. اوكي قربنا من البيت. نوصل الحبيب هذا اللي ورا. نوصل الطلبية هذه.
ايه وصلنا. لو هاي وصلنا للطلبية 350 اكس بي والمبلغ 4250، وانهينا المهمة. اوكي الحين خلصنا المهمة هذه، بعد ما خلصناها الله يسلمكم. في تطويرتين في خريطة كواري للحين ما اكتشفناهن، هذه مكانا، هذا التطوير الاولى، هذا التطوير الثاني. بنروح عند التطويرتين ونكتشفهن، نشوف شو اللي بنحصل فيهن. التطويرتين قريب بعض، شوف ممكن نحصل شيء فيهن ولا. طبعا التطويرتين بعد ما يحتاج لهم شرح ولا اي شيء، بس تروح لمكان التطويره وتكتشف الموجود هناك. ان شاء الله نحصلنا شيء زين نطور فيه السيارات او التراكات الموجوده عندنا. طبعا المهمة وخلصنا، اللي حاب يشوف المناظر هذه ويشوف التطويرتين حياه الله. مهمة اتوقع قربنا من التطوير الاولى. قريب قريب، شوف التقاطع بس بين التطويرتين. وصلنا التقاطع، الحين بنروح للتطوير اللي على اليمين اول. ندخل للتطوير الداخل، اتوقع هاي التطوير قدامه. اوكي نشوف التطوير هذي. حصلنا محرك الـ AZ8T290. يقول لك المحرك مش للمدرعة هذي، نشوف ليه محرك للفيرون دي 5333 والبيرون اي اي 4380 والتايجا 6436 للتراكات. اوكي بنشوف الابجريد الثانية الحين. خلنا نرجع، ما فينا نطلع بين الغابة هذي. اوكي اول ما نوصل هني ونطلع لل والله الواحد لازم دائما يفتح الابجريدات الموجوده على الخريطه، يستفيد من الموجود فيها، يطور فيها التراكات اللي عنده للسيارات، يفيدك تقوي سياره ولا تقوي تراك.
زين حصلنا لنا محرك الحين، نشوف التطوير الثاني. الحلو في المدرع ان الدرع قوي صراحة، ما هو قدامها لا مستنقع ولا مناطق طينية. شو كيف مرة ادخل وامش، حتى هال مرة شلع في هذا. شو كيف التطوير الثانية، شوف شو الموجود. حلو جانبين، يقول لك بعد مش للتراك هذا. ونشوف له شو هذا، يسلمك للدون 71. اتوقع خلصنا الابجريدات الموجودة على الخريطة. المهم بعد هالمهمة الخفيفة والتطويرتين، اتمنى ان الفيديو يعجبكم. لا تنسونا من زر اللايك واشتراك بالقناة ونشر الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.